وشوشة. ما فيش دولة تقدر تقعد من غير صوت، مسبيرو هو صوت الدولة شئنا أم أبينا، حتى لو في محطات فضائية كتير وخاصة كتير، لكن يبقى أنه مسبيرو هو صوت الدولة. أي معلومة أي دولة في العالم عايزة تتأكد منها لازم هتاخدها من التلفزيون المصري، فبالتالي لا غنى عن مسبيرو. وأعتقد أنه في طريقه للتعافي، زي ما حصل فوضى في مصر في الست سبع سنين اللي فاتوا، الفوضى طالت مسبيرو. أي حاجة الهدم سهل، انك انت تهدي حاجه مبنيه بقالها سنين سهل جدا، عشان تعيدي بنائها وتعيدي انها تقوى مره تانية تاخد وقت، محتاج اخلاص ومحتاج ان الواحد يحط المصلحه العامه فوق المصلحه الشخصيه، محتاج تكاتف من ابناء مسبيرو، محتاج رؤيه ومحتاج استراتيجيه. واعتقد ان هم شغالين في الوقت ده على النقاط دي، يعني ان هو بدا يستعيد الى حد كبير عافيته تاني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.